السلام عليكم حبايب المتابعين. طبعا راح اقدم لكم نصيحة في هذا المقطع. بدينا الصيف صراحة، حاليا درجة الحرارة الخارجية في حدود في المركبة 38 في المركبة، ف يعني مو متأكد صراحة هل هي 38 ازيد، ممكن زايدة درجة درجتين او ممكن اقل، لكن طبعا راح تعانون من ضعف التبريد في مكيف المركب. زين، طبعا اذا كانت سياراتكم مستعمله او مستخدمه او قديمه راح تعانون من هالشيء. السيارات الجديده ما عليها اي مشاكل، تقريبا مده 3 سنوات 5 سنوات، وفي بعض السيارات ممكن حتى تكمل صراحه معاكم 10 سنوات بدون ما تحتاج انك تعبي غاز او تفحص النظام. اول شيء فحص الفلتر، معظم السيارات الحديثة فيها فلتر داخلي لتنقية الهواء من الغبار والاتربة، وبالتالي تحتاج الى تنظيف الفلتر كل 3 شهور واستبداله كل 6 شهور. زين، او حسب المنطقة اللي انت ساكن فيها او البيئة اللي تقود فيها المركبة. الشيء الثاني، قلل من استخدام او لا تستخدم بشكل اكثر، يعني لا تستخدم الهواء الخارجي. في زر عليه صورة المركبة تقريبا او السيارة وسهم داخلي، هذا دائما خلى الزر هذا مضغوط، العلامة شغالة، هذا راح يضمن لك انه فقط راح يكون عندك تهوية او دوران او دورة هواء داخل المركبة، لان الهواء الخارجي اذا ما ضغط هذا الزر الهواء الخارجي راح يدخل من الخارج الى داخل المركبة، وهذا الهواء راح يكون محمل بالأتربة والغبار، وبالتالي راح يخرب عليه الفلتر. هذا الشيء الثاني، ايضا هذا الهواء راح يسبب لك عدم برودة، حرارة داخل المركبة، وراح تعاني من ضعف التبريد. بعض هذه الفتحات صراحة تكون ميكانيكية او كهربائية، بالكهرباء تشتغل، وبعض هذه الفتحات تكون مثل ما قلت ميكانيكية، يعني ما ادري، المرسيدس تقريبا تشتغل عن طريق سحب وضغط الهواء لهذه الفتحة مثل الزعنفة او الغطاء. السيارات اليابانية بالكهرباء، بعض السيارات القديمة كانت تقريبا فيها مثل الحديدة تدفعها لليمين او لليسار وراح تسكر معاك هذه الفتحة. هذا الشيء الثاني تقريبا. الشيء المهم اللي كنت ابغى اتكلم عنه في هذا المقطع صراحة، اللي هو اذا جيت تعبي عند شخص، امانة يعني كلنا نقوم بهذا الخطأ، لا تعبي عند شخص غير فني غير محترف. بعض المحلات صراحة يجي يفحص لك المركبة في الشمس، زين، ويعبي لك الغاز في الشمس، يعني انت في حرارة والسيارة في حرارة وضغط الغاز ما يعطيك القراءات الطبيعية. حاول انك تروح عند شركات او محلات فاهمة شوي، متخصصة في نظام التعبئة للغاز. زين، حاول انك تكون في مكان فيه ظلة بشكل اساسي، لازم تكون المركبة تحت ظلة اثناء شحنك للغاز. درجة الحرارة اثناء عملية الصيانة هذه يجب ان لا تتجاوز صراحة 30 درجة الى 35 بشكل مقبول داخل الجراج، يعني 30 35 راح يكون جيد، لان الضغوط صراحة فوق هذه الدرجات خاصة المنظومة للمركبة راح تعطيك فروقات. زين، حاول انك دائما لا تقوم بتكملة الشحنة، يعني لا تكمل
شحنة الغاز، إذا قال لك والله الغاز ناقص عندك راح أعبي له، لا تكمل الشحنة هذه صراحة. حاول أنك تقوم بعملية التفريق حتى وإن كان نظامك يعني ما في أي خلل، ما في أي تسريب، دائما حاول أنك تقوم بعملية تفريق النظام من الغاز القديم، عمل فاكيوم للمنظومة، وأيضا تشحن غاز بالوزن إذا كانت السيارة هذه مخصصة للشحن بالوزن، أو أنك تشحن باختفاء الفقاعات، لأن في نظامين، نظام الوزن الكمية وهذا أفضل صراحة، ونظام الفقاعات وهذا جيد أيضا. زين، شيء آخر، حاول أنك دائما تعبي زيت أصلي بعد كل عملية تفريق وشحن، وليس إضافة. يعني إذا ضاف لك غاز لا تعبي زيت صراحة، إذا ضاف لك غاز لا تعبي زيت. أما إذا قام بعملية التفريق، تفريق النظام بالفاكيوم بعد التفريق، فاكيوم جيد ممتاز، وشحن لك زيت أو شحن لك غاز، يجب أن تضيف غاز زيت مناسب للنظام أصلي. تأكد أن يكون الزيت هذا أصلي بمقدار 30 جرام من الغاز. والله في شيء كنت أبغى أتكلم عنه ونسيت، إن شاء الله أتذكره، دائما تجيني هذه المعلومات وتطير. زين، فهذا هو صح، الحين ذكرت. بعض الفنيين صراحة يستخدم ضواقط لعملية الفاكيوم، الضاقط هذا لا يصلح بالأساس لعملية الفاكيوم لأنه غير مخصص لعملية الفاكيوم. الضواقط هذه مخصصة فقط الكمبرسر، يعني الكمبرسر في بعضهم ما عندهم مضخات أو مكاين شفط متخصصة فيستخدمون الكمبرسرات. الكمبرسرات هذه غير مخصصة لعملية التفريق أو الفاكيوم، إزالة الهواء، إزالة الرطوبة، إزالة الشوائب من النظام. زين، فيستخدم لك كمبرسر، الكمبرسر هذا غير مخصص، راح يكمل لك تقريبا دقيقة دقيقتين وبعدين راح يقول لك خلاص راح أشحن الحين. هذا خطأ صراحة، نحاول أنك تلزمه أو تبحث عن شخص متخصص فني فاهم في هذه الأمور، ويستخدم معدات صراحة مخصصة لعمليات الشحن. هذا اللي حبيت أقوله أو أتكلم عنه في هذا المقطع. طبعا تشوفوني اليوم متغير، طالع من الدوام، عندي بريك ساعة، فحبيت أن أتكلم عن الموضوع. أحيانا تجيني أفكار ومقاطع أحب أن أتكلم عنها، فإذا خليتها صراحة يروح المقطع هذا، خلاص تروح الفكرة ويروح المقطع بالكامل وأنساه لين ما يجي خير. لكن أحيانا مثل ما صادف، يلا تكلمنا عن الموضوع. زين، أتمنى أن يكون غطيت المحتوى هذا بخصوص صيانة أو تعبئة الغاز للمركبات في هذا الطقس. اسمحوا لي على الهواء، هذا كان شوي قوي لأني شغلت السيارة فحبيت أني أبرد أثناء إلقائي لهذا المقطع. وهذه الأمور صراحة مهمة، سواء رحت عند شخص متخصص عنده جهاز تعبئة غاز أو شخص غير متخصص، لكن ركزوا على هذه الأمور اللي أنا تكلمت عنها. أي خلل في هذه الأمور راح يؤدي إلى صراحة عدم تبريد المنظومة. شيء الآخر، أثناء التعبئة حاول أنك أمانة، أنا شخصيا أتمنى أو أحب أني أشيك على خط الضغط زين الخارج من الكمبرسر، وأيضا خط الراجع أو السحب الداخل الكمبرسر، هذا راح يبين لي إذا في أي مشكلة في النظام. ولكن المشكلة في هذه الطريقة كمية الغاز اللي راح تكون في خط الضغط، يجب على الفني معرفة كيفية إعادتها للنظام، لأن تقريبا هذه الشحنة في حدود راح تكون في حدود ممكن من 20 إلى 30 جرام من الغاز السائل، وبالتالي ممكن أنت تستغني عن هذه الكمية إذا كنت يعني شاحن بالوزن.
لأن الوزن أو شحن المنظومات بالوزن راح يعطيك حدود معينة. مثلا ممكن توصل فيها لتعبية النظام بكمية الغاز المطلوبة على سبيل المثال. يعني إذا كانت عندك المنظومة بعض مثلا التندرة كان عندي ياخذ من 550 إلى 650، فإذا أنت يعني دخلت خط الضغط وخط الراجع في عملية الشحن هذه راح تكون الكمية هذه ممكن 20-30 جرام موجودة في خط الضغط، وبالتالي ما راح يأثر معاك إذا أنت شحنت 650 جرام من الغاز. يعني ممكن راح تفقد 30 جرام، وبالتالي الكمية المتبقية ممكن راح تكون 620، وهذه جيدة في حدود المسموح فيها للتعبئة. هذا اللي حبيت أتكلم عنه. إذا الفني مو بقادر مثلا يسترجع هذه الكمية، خلاص ما يحتاج أنه يشيك على خط الضغط، ولكن مهم جدا أنك تشيك على خط الضغط، لأن خط الضغط في منظومة المركبة متوفر وراح يساعدك أمانة في يعني ملاحظة كمية الغاز اللي دخلت، هل هي مناسبة، الضغط الموجود في النظام هل هو جيد أو في خلل في هذه المنظومة. من المهم جدا أنك تعتمد على هذه الأشياء، الوزن، الفقاعات، خط الضغط، خط السحب أثناء تعبئتك للنظام، راح يساعدك صراحة في استكشاف إذا كانت منظومتك هذه جيدة أو غير جيدة، فيها خلل أو ما فيها خلل. أرجو من الله العلي العظيم أن أكون قد وفقت في إيصال هذه المعلومة، ونلتقي إن شاء الله معكم في مقاطع أخرى متعلم مع جمال. إذا عجبك المقطع لا تنسى الاشتراك وابداء الإعجاب، وأيضا نشر محباكم. أسوق على سرعة 5 داخل مجمع العمل صراحة، زين، فمو بلابس حزام الأمان، الأمور طيبة لأني أصلا ما أتحرك بالسيارة بسرعة 5 كيلومتر في الساعة. يلا نشوفكم على خير إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم.